طيب مؤمن زكريا وقصته والكلام اللي اتقال انه بيهاجم من خلاله مجلس اداره الاهلي. خلينا نقول بس يعني هو مش بيهاجم يعني مؤمن زكريا طبعا شفاه الله وعافاه يعني هو طبعا في محنه وكلنا بنتمنى له الشفاء وبندعو له باذن الله خلاص يعني هو في طريقه لامريكا خلال التعاقد المقبله من اجل الموضوع الاقتصاد الطبيه الشامله. هو قال انه حتى اذا لا يعلم نوع اصابته بيتمنى للجماهير تدعيله يعني قال طبعا الله لم يتعرض للحقن او اي شيء من هذا الكلام. هو قال ان كان في مشكله في الترتيبات والتاشيرات لكن خلاص الامور كلها انتهت. بس هل هو قال ان الاهلي ما ساعدنيش مجلس اداره الاهلي ما نبيه؟ خلينا نقول اللي قاله بالنص ونعقد عليه. فضل. يعني هو لم يحصل على الدعم المادي او المعنوي اللي بيناسب اللي قدمه بالنادي الاهلي طبعا ده بعد الاصابه اللي تعرض ليه. قال لنا ما القى الدعم المادي والمعنوي بالقدر اللي خدمت بيه النادي الاهلي مش عايز ارغب او لا ارغب في الحديث عن اي امور تنقذ جماهير النادي الاهلي. في النهايه بشكر الجماهير المصريه على دعمها وطبعا خاصه جماهير النادي الاهلي. خلينا نقول طبعا يعني لما حتى سئل على دعم وزاره الشباب والرياضه قال لسه لا اعلم عنه شيء. طبعا النادي الاهلي يدعم مؤمن زكريا من اول يعني الاصابه حتى هذه اللحظه ولكن طبعا مؤمن زكريا ممكن في وقت من الاوقات كان منتظر دعم اكثر منتظر حتى زي ما قال دعم معنوي اتصالات اكثر دعم يعني هو بيتكلم على دعم لا لا وخلينا نقول ان وخلينا نقول ان الاهلي خد قرار تاريخي بصراحه. يعني انا متعاطف جدا مع مؤمن وبسنده بقوه ولكن برضه قرار الاهلي اللي يخصص له راتب شهري ويرسله الى الجهه الاداريه والوزير للموافقه عليها اكيد ضايق مؤمن التاخر في الوقت ولكن الخطوه اتخذت. المستحقات اكيد ضايق مؤمن التاخر في الحصول عليها لكن الخطوه اتخذت. فانا يعني انا خليني مش مقيد في قائمه لازم بالضبط لازم الاجراءات تكون مختلفه عن الوضع القانوني وان الفلوس تطلع بشكل قانوني ولكن الوم على العميد محمد مرجان يعني كان لابد ان يكلف خاطره من باب الانسانيه. مؤمن نجم كبير ود النادي الاهلي واسعد جماهير النادي الاهلي ومش عيب ان احنا ننتقد ما دام مؤمن اتكلم يبقى مخنوق والمريض يحتاج الى مزيد من المشاعر اللي حواليه والونس والسؤال الكتير. مش عايز اقول لك يعني الكابتن محمود الخطيب ولا كذا ولكن على الاقل الكابتن سيد عبد الحفيظ والعميد محمد مرجان اتمنى انهم يتعاملوا مع ما كتبه مؤمن من منطلق الاخ الصغير ويدوا له اهتمام اكتر من كده لانهم هم رمانة الميزان سيد في الكوره والعميد محمد مرجان في مجال الاداره ويا ريت اعضاء مجلس الاداره يطمئنوا عليه بين ان واخر ويراعوا انه في حاله نفسيه تحتاج الى الدعم المعنوي. ده بس كلام بقوله لوجه الله. طب هو ده فعلا اللي هو قال يعني هو مش معنى بس انا عارف ان انت تاخد تصريحاته وتاخدها في اتجاه مؤمن زكريا بيهاجم الاهلي مجلس الاداره لا خالص. الاهلي الحمد لله بيدعم اللاعب ماديا ومعنويا لكن زي ما حضرتك قلت هو راضي في نحلته وفي مرضه يعني مثلا اضرب لك مثل يا احمد يعني مثلا العميد محمد مرجان لو قال له مجلس الاداره قرر كذا 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 واحنا خطبنا الوزاره وعلى فكره يا كابتن مؤمن ده بياخد فتره زمنيه لان لازم الوزاره الوزير يوافق وبعد كده تروح لكذا وبعد كده تيجي على مديريه الشباب والرياضه بالقاهره والمديريه تخاطبنا عشان الاجراء يبقى قانوني فمعلش اتحملنا عبال الموافقه ما تيجي فهم حاجه كان من المفترض بيعتبرها اهمال. الكابتن زين عبد الحفيظ مثلا كلمه على فكره احنا مشغولين شويه مؤمن اليومين دول وضغط فبراير ويناير والمباريات ولكن انت في قلبنا واحنا كلنا معاك واحنا كلنا بندعمك وسامحنا لو قصرنا في الاتصال. هذا ما اقصده ليس الا والاهلي ملك الانسانيه. يعني اشهد امام الله ان مجلس اداره الكابتن حسن حمدي ومن بعده مجلس اداره محمود طاهر ومن بعده الكابتن محمود الخطيب الحالات الانسانيه اللي كان اخرها الكابتن صفوت عبد الحليم كان ليها رعايه مطلقه. يعني عيق اليوم والناس تعرف كيف يهتم الاهلي بابنائه. المرحوم الكابتن طارق سليم كان هناك صديق مقرب ليا
مشرف على علاجه، بيودي له العلاج ويودي المستشفى ويجيبه من على نفقة النادي الأهلي. والكابتن طارق سليم كان في عناية فائقة من مجلس إدارة الأهلي ومجالسه المتعاقبة. وهكذا أي نجم، حاتم الكردي رحمة الله عليه، أنا بتكلم عن الحالات اللي أعرفها. الأهلي في هذه الأمور يعلمنا قيمة الإنسانية ويقف مع ابنائه لآخر الطريق مهما كان المشوار. حتى هو بيتكلم كمان كابتن مومي زكريا بشكل لما سئل مثلا ان مثلا اللعيبه والكلام، يعني هو حتى مش بيتكلم عن مجلس الاداره فقط، هو قال حتى اللعيبه، قال ما حدش يعرف معاد سفري، كل بيسال عليا بشكل عادي مش بالطريقه اللي بستحقها. هو ده اللي انا هو ده اللي انا اقصده. هو مش عايز تاجر، مش عايز تاجر بالامور الانسانيه دي اكتر من كده. احنا يستحق منا كل الدعم بالظبط.